أهم تطورات لعملة لونا كلاسيك حسب تطورات الفريق تيرا فورم لابس. تطورات مهمة صديقي، لازم نتابع مع الفيديو للأخير. فأتمنى منك صديقي تلقي نظرة على قناة التليجرام لتشوف أرباح بنفسك، ما تفوت على نفسك الفرصة وتنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو، بالإضافة لربحنا بسوق الفوركس. معاكم عمر من قناة عالم العملات الرقمية، وهلا شباب خلينا ننتقل للمحتوى. تم رفض التصويت بأصوات المدققين لجعل سيزي باينس أن يقود عملة لونا كلاسيك. سيتم طرح قريبا محطة جديدة تماما ستيشن في 3 لدعم حرق عملة لونا كلاسيك. زيادة اهتمام فريق تيرا فورم لابس بتطورات عملة لونا كلاسيك ونشر تحليل خاص بالعملة. مفاد التحليل أصدقائي بأنه كسر مناطق 0.3/10 هي أول نقطة لانطلاق عملة لونا كلاسيك، وبتصور الفريق بيلزمون مدة أسبوعين لكسر هاي المنطقة. مدققين شبكة تيرا لونا كلاسيك عم يخططوا لحرق بالمليارات من توكن اللونا. صديقي هذا الخبر منزلته مجلة الانفينستيك من ساعات حسب أداة التحقق اللي راح يتم منها حرق العمولة 100% بالوقت اللي بيتمنى المجتمع حرق التليريونات. إلى الآن قام المجتمع بحرق 68 مليار، وطبعا العملة عمالة بتمشي بشكل عرضي عم بتمر بعملية تجميع قبل الانطلاق. بالمناسبة أصدقائي العملات البديلة بشكل عام ما انطلقت، لذلك ما ممكن نشوف أي ارتفاع بالعملات البديلة قبل انخفاض الاستحواذ للبيتكوين. لكن فريق عملة لونا كلاسيك على عمل وتواصل مع مجتمع اللونا. دايما أصدقائي العملات الصفرية محتاجة لوقت مختلفة عن باقي العملات. صديقي أنا بفضل تقسم رأس مالك لعدة عملات وما توضع رأس مالك بعملة واحدة. وإذا وصلت معي لأهم نقطة وعجبك المحتوى لا تنسى تدعمني باللايك والاشتراك لحتى يصلك كل جديد. صديقي بتمنى منك تنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتاخذ أهم الصفقات الناجحة لنسبة نجاح أكثر من 95% بالإضافة لربحنا بسوق الفوركس. وإلى اللقاء ودمتم سالمون.